ورحمة الله وبركاته. سعداء ان احنا معاكم النهاردة في فيديو جديد خاص بزواج المصرية من اجنبي. لزواج المصرية من اجنبي مجموعة من الشروط، اهمها احضار موافقة سفارة الطرف الاجنبي الراغب بالزواج من مصرية، ثم احضار اقامة للطرف الاجنبي المقيم داخل البلاد، اقامة سياحية على الطرف الاجنبي المقيم داخل البلاد، احضار إقامة للسياحة داخل مصر. يبقى ما ينفعش مصرية تيجي تتجوز من طرف أجنبي ما معهوش إقامة، يبقى لازم إحضار موافقة سفارة. موافقة السفارة لابد أن تحتوي على 4 بيانات أساسية: الديانة، الحالة الاجتماعية، المهنة، والراتب. يبقى الطرف الأجنبي الراغب من الزواج من مصرية يجب عليه إحضار موافقة سفارة، أن يكون الطرف الأجنبي حاصل على إقامة نظامية داخل البلاد، وإحضار 2 شهود و2 شهادة صحية و5 صور لكل من الطرفين. تصور لدينا بعض المشكلات إن الأخت المصرية تريد الزواج من أجنبي يوجد فرق سن أزيد من 25 عاما. طيب في الحالة دي نعمل إيه؟ بنضطر نعمل إجراء قانوني هو اسمه استثناء شهر عقاري، بيتم إجراءه بمصلحة الشهر العقاري في شارع رمسيس. الشهر العقاري دوت بنقدم ليه الاستثناء اللي احنا راغبين فيه، زي فرق السن، الزوج ما معهوش بيان بالمهنة والراتب، يبقى بنستثني احدى شهادتي السفارة، ما معهوش حالة اجتماعية بنستثني احدى شهادتي السفارة، ما معهوش موافقة سفارة من الاصل بنعمل استثناء من احضار الشهادتين. والامر في الاستثناءات دي بيكون في أيدي مكتب مساعد وزير العدل والسيد وزير العدل، طبعا ما فيش تدخل لأي حد فيه لا بالإيجاب ولا بالقبول. يبقى الأخت المصرية الراغبة في الزواج من مصري داخل مصر شروط عامة، وهي إحضار موافقة سفارة، أن يكون زوجها حاصل على إقامة نظامية داخل البلاد، 2 شهود، 2 شهادة صحية، 5 صور لكل من الطرفين. في حالة وجود فرق سن أزيد من 25 عام بيتم إحضار شهادة إيداع بنكي بقيمة 50,000 جنيه في البنك الأهلي، والزوجة بيكون باسم الزوجة المصرية طبعا، بيتم تقديمها مع الاستثناء في الشهر العقاري. طب في حالة زواج المصرية من أردني، الحالة المشكلة الوحيدة اللي عندهم إن يجب إن موافقة السفارة ترجع تتصدق من السفارة المصرية في دولة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. زواج المصرية من سعودي يجب إحضار موافقة سفارة، يجب ألا يتجاوز فرق السن 25 عاما. في حالة وجود فرق سن أزيد من 25 عام بنعمل استثناء شهر عقاري مع تقديم إفادة من البنك الأهلي بإيداع 50,000 جنيه باسم الزوجة المصرية. يوجد كثير من العراقيل بتتم في بعض الجنسيات زي الجنسية الأمريكية والجنسية الإنجليزية والجنسية الكندية. على الأخت المصرية الراغبة في الزواج من إحدى هذه الجنسيات عدم تحديد موعد الزفاف، لأن هذه الجنسيات ليست بتصدر لن تصدر موافقة سفارات بالمعنى المعروف لدينا، هي بتصدر إقرارات يجوز فيها الصدق ويجوز فيها عدم الصدق. فبالتالي فإحنا بنرفع الأمر للسيد مساعد وزير العدل بعمل استثناء من تقديم موافقتي السفارة، برغم ان هي مقدمه ورقه بتفيد حالته الاجتماعيه وديانته وكل حاجه، بس بنرجع ندعمها عن طريق الاستثناء. فنرجو من الاخت المصريه اللي هتتجوز امريكي او كندي او انجليزي عدم تحديد موعد الزفاف، لان دي من المشاكل العمليه اللي بتواجهني انا شخصيا، ان بتقولي انا حاجزه موعد زفاف، فاحنا بيكون غصب عننا لان الاستثناء بيترد عليه بعد من 10 ل 15 يوم. فبالتالي نرجو من الاخت المصريه الراغبه في الزواج من اي طرف من الجنسيات الجنسيه الانجليزيه، الجنسيه الكنديه او الامريكيه عدم تحديد موعد زفاف الا بعد الانتهاء نهائيا من الاجراءات الخاصه بزواجها. بنتمنى ان شاء الله نقدم لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو خاص بتوثيق عقود زواج الاجانب في مصر. لاي سؤال خاص بزواج المصريه من الطرف الاجنبي
نرجو الاتصال بوسائل الاتصال الموجودة أسفل الفيديو، ونرجو دعمنا بلايك وشير حتى تعم الفائدة إن شاء الله. نرجو ليكم كلكم إتمام عقود بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة إن شاء الله، وإن شاء الله كل الناس تفرح وإحنا نفرح معاكم إن شاء الله، لأن إحنا بنكون سعداء عند إتمام وإجراء أي عقد، والناس بيكونوا سعداء كمان بالإجراءات دي. فلما بتتم العقود بسهولة ويسر إحنا كمان بنكون سعداء وبنشارككم لحظات الفرح دي. فبنتمنى إن شاء الله نكون شريك معاكم في أفراحكم دايما ونكون